السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع سيدي بلعباس لنقف على الأشغال تاع الترميم. منشأة يعني تاريخية تعود إلى أكثر من قرن وعشرين سنة، تقع في وسط مدينة سيدي بلعباس، واللي كانت مقر تاع المدرسة تاع تكوين المعلمين، والآن راهي قيد الترميم والتجديد. إن شاء الله كل هذه المنشآت اللي تاع يعني اللي عندها يعني طراز يعني كبير وجميل وتزيد يعني في التراث، يعني تعتبر جزء من التراث الوطني مهما كان مصدرها، فإن شاء الله يكون فيه عملية ترميم في كل مدن الجزائر. والسلام عليكم.